Do you listen to Moroccan rap? Oui. شكون الرابر اللي عزيز عليك؟ سعد المجرد. أيمن سرحاني. ها؟ إي لاباس. لاباس عليك؟ بخير كيفاش صح؟ والله اخي ديالي الحمد لله. شوف شوف اجي نقول نسولك هذا. عند عودنا شخي هاي بخير واش كتسلم يا واتش اب جايز بعد موت دغبرنا اخي انا اللي غبر شو مشي مالي نشام الكوال شو جايز السلام عليكم فيديو جديد مدة وانا غابة على يوتيوب ما تلبش عليكم افغيمو زبال شو كان مريض كنت مريض والله بلا ما بقى نشكي بزاف مشي كنت مريض ديال بصح ما كتبش عليكم كنت مريض واحد الواقع صحية قوة الخدمة كده مش حمى عارشي سكن خدمة مهم مود 14 مود بقديت المشاكل ديالي كما كتشوفوا فوكس بصحه الفيديو هذه غادي تكون من عند جود نايت جود نايت الابليكاسيون ديال جود نايت هي واحد الابليكاسيون اللي تقريبا نفس الكونسيبت ديال اوميغل مهم نفس الكونسيبت ولكن هادو ما كاينش تشات وما كاينش الفيديو كدوي غير ابل كدوي مع شي واحد غريب عمرك تلاقي شي بيه هاد الابليكاسيون هادي تقدر تلاقى بها ناس جداد اصدقاء من العالم كامل تقدر تلقى شريك حياتك اللي كنتي كتقلب على الحب تقدر تعلم لغه جديده الا بغيتي لايك كاين بزاف الناس اصلا بزاف الدول انت تات الابليكاسيون واعر بزاف الكونسيبت ديال الابليكاسيون هي كتعطيك 7 دقائق كنشوف واش عجبك ديك الانسان اللي كدوي معاه ولا لا الا عجبك انت وهو انت عجبتي ولا هي بطبيعه الحال ما كنت ماتشي وكدوي بزاف كتلاقيكم لابليكاسيون فهمتي ماتش ميكر يعني واعر بزاف واللي بغيت تيليشارجيها وداك الشيء غادي نخلي لكم اللينك ديالها في الديسكريبشن صندوق الوصف لتحت لابليكاسيون واعر بزاف فابور تلقاوه في اي او اس وفي اندرويد تلقاوه في جوجل بلاي وفي اب ستور يعني ما تلقاو حتى شي مشكل الكونسيبت ديال الفيديو هو غادي نسولهم على الاغنيه ديال صاحبي شادي واحد هو مغربي وكيهضر بالفرنسي نسولهم على راب مغربي كي كيجيو مع وابا ديالنا وداكشي ونشوفو شنو كاين لايك تلقاو نصايح وصافي قبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش ابوناو تخليو لايك كومنت تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش الفيديو يطلع لبنادم حيت مود غبرت على بوش سيبورتوني باش نرجعو ثاني وما تنساوش ابوناو في لانستا ديالي اللي هو جون لو فري نخلي لكم اللينك ديالي في الديسكريبشن ودي صاحبي شادي هو شادي اوفيسيال اوكي بداو تي المهم هاي الابليكاسيون يلا غادي ندخل ليها المهم هاني نشوفو الانسان خويا شادي انت وزهرك اخويا لا بدا كدا انت وزهرك انت صوصو هلو هاو ار يو فروم هاو ار يو هاو ار يو ماي فريند هلو جو مابيل جناح سلام هلو هالو ها لاباس لاباس عليك باي لاباس كيفاش صح والله اخي ديالي الحمد لله شوف شوف اجي نقول نسولك هذا عندي واحد الدار صحيبي كي غني بفرنسي عنده واحد الاغنيه نسمع لك وقول لي شنو كي جاتك يا رب قمع وكيف جاسك
والله الا واعره وحق الله مخيره كاع ناي شحال تعطيها على اسعار شحال شنطه 10 يوليدي عطات 8.5 على 10 شكرا بزاف شكرا بزاف والله ماشي مشكل الله يحفظك انت اخي شادي 8.5 على 10 كلشي على الميكساج تشرب هذا مو مثل الميكساج كتخرب دوز دوز الثاني الو هاي هاو ار يو دوين I'm great. Where are you from? Kurdistan in Iraq. Oh, Kurdistan in Iraq. I'm from Morocco. Oh, nice to meet you. So, what's your name? My name is Jonna. Jonna. Okay. Could you? My name is Jenga. Oh, what a beautiful name. Listen, could you do me a favor? Could you do me a favor? I'm gonna play you my French song, okay? My friend is a singer. He has a song coming up, and I would like you to like hear it. I'm gonna play it for you right now. وقطع. بدر شوف مورا شو كده يقول له. شي ولا. Je rigole avec ta mère. Hello? Where are you from? I'm from Morocco. Where about you? Algeria. Listen, I'm doing a challenge. Do you hear me? Yes. Can I play you a song, my French song? And could you like give me your honest opinion? Yeah. Okay. Here you go. Oh, thank you so much. I have another question. Yeah? Do you listen to Moroccan rap? شكون الرابر اللي عزيز عليك؟ these are your favorite rappers? What? هادو مروة بلي عجبوك الدين ويس عندي واحد صاحبي سميتو شادي هو جاع شو تصنطو ليه شما بزاف غا يحكمها صافي شكرا بزاف هادي تصاود على الساعة الذكاري الغفو لي احمد اكرافت شادي So guys, كان شادي سميشة كان الأول الفيديو دي اليوم 14 ساعة موت ما نحتاج فيه شي سنو فيديو آخر عاوتاني مع شادي نيش مهم غبرت عليكم موت داب دعائي بسبب مهم عوامل اليوم وعكا صحية قوة الخدمة كده بزاف كين دابا جابوا واحد لين يعزي ميمكنش ما تنسوش ابوناو تخليو لايك كومنت بارطاجيو الفيديو مع صحابكم و جود نايت اب واحد من احسن لي زابليكاسيون اللي كتلقى بهم مع الغرباء بحال اوميغل غتلقاو اللينك ديالها في الديسكريبشن لتحت لاي واحد بغى يتيليشارجيها فري يعني تقدر تدخل انت وتحرش تلقى كلشي ديالك سو يا ان شاء الله